مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. لقاء جديد يجمعنا فيكم، وبرنامج لقاء الأثراء. نتواصل معكم إن شاء الله دائما في هذا البرنامج على الخير والمحبة، دائما مع حلقاتنا المتميزة ومع كل هذه القيم والفوائد التي ننشدها إن شاء الله في هذا البرنامج. وطبعا اليوم راح نتكلم عن إحدى هذه الفوائد والقيم والحقوق، وهي عن حق الجار على جاره. نتعرف إن شاء الله تعالى عن تعريف الجار، وكيف يكون هذا التعامل وهذا الكرم بين الجيران، وكيف إن شاء الله تعالى يعني نقول الحقوق والواجبات على بعضهم البعض. راح يكون معنا إن شاء الله ضيف فاضل الدكتور أحمد هوجة، الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف، ويحدثنا عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وهو الالتزام بحق الجار. دكتور أحمد حياك الله وسعداء بلقائك. حياك الله أبو عبيد، بارك فيكم، ونحن سعداء كذلك برؤيتكم والتواجد معكم. حياكم الله. دكتور أحمد، اليوم حلقتنا عن الالتزام بحق الجار، لكن نبدأ، من يطلق عليه الجار؟ يعني كيف نعرف الجار؟ بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قيل في الجار هو المجاور في السكن، وقيل هو الذي يكون ملاصقا لمكان سكنك، هذا هو الجار. وقيل هو إلى 40 بيتا من كل ناحية، 40 بيت يعني من كل ناحية، هذا هو الجار. وأقرب ويعني قالوا، وآخرون قالوا هذا يرجع للعرف. العرف. نعم. يعني بعض البلدان مثلا يعتبرون الحي كاملا هو الجار. نعم. وبعضهم يعتبر مكان أكثر، يعني ممكن كل الفريج جار. نعم. بعضهم يعني يعتبر كل المنطقة جيرانا له، يعني حسب العرف. ممتاز. حسب العرف، وهذا يرجع للعرف. المهم كلما قرب منك الجار كلما كان أحق بمواصلته وببره وبإكرامه وعدم إيذاه وكلما كان أقرب كلما كان أحق بذلك. نعم. دكتور أحمد، يعني في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم. وجاءت الإكرام الجار، هناك حديث على إكرام الجار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وكذلك يعني لا يؤمن بالله، لا يؤمن من لا يأمن ضيفه جاره بوائقه. نعم. يعني ظلمة. فالمؤمن لا يكون مؤمنا كامل الإيمان إذا الجار لا يتلقى منك كرما ولا يتلقى منك إحسانا، بل بالعكس يتلقى منك الأذية والبوائق. لذلك دكتور أحمد، يعني هذا السؤال، فليكرم جاره كما جاء. نعم. كيف يكون إكرام الجار؟ يعني كيف يكرم جاره؟ نعم. الجار يكرم جاره بالإحسان إليه قولا وفعلا. يعني وكذلك قبل ذلك كله بدعوته إلى الله سبحانه وتعالى والتواصل معه على البر والتقوى، على البر والتقوى. كذلك بأن يحميه وأن يستر عوراته وأن يحفظ سره وأن يشاركه في أفراحه وأن يواسيه في أطراحه وأن يلبي دعوته، هذا من الإكرام. وأن يزوره وأن يعوده إذا كان مريضا. نعم. وأن لا يؤذيه. وكذلك أن يعني يستطيع أن يقرضه إذا احتاج الجار إلى المال. وأن يعلمه العلم ماذا يعلم. فهذه كلها من الإكرام الجار، من إكرام الجار. وأعظم إكرام كما قلنا هو أن يعلم دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي، فهذا كان له ولد، والولد هذا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فمرض هذا الغلام اليهودي، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاده. انظر، يعني جار ليس على دينه وعاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه. عاد اليهودي. اي نعم. فلما عاده قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا اله الا الله. نعم. اشهد. يعني فالولد ذلك نظر الى ابيه فقال له ابوه اطع ابا القاسم، يعني اطعه فيما يقول لك لانه يعرف انه الحق. صادق. نعم. فتشهد الولد وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ومات.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حمد الله سبحانه وتعالى أنه أنقذه به من النار سبحان الله. فالجار له حق عظيم، له حق عظيم، فكل واحد منا لابد أن يراعي هذا الحق، أن يراعي هذا الحق، وأن لا يكون مصدر إيذاء ومصدر قلق لجاره، بل أن يكون مصدر علم وتنوير وإلهام لجاره. الله أعلم. دكتور أحمد، ذكرت من هذه الحقوق وكيفية كرام الجار، يعني كثير من الأمور التي قد نظنها فقط هي من العرف والعادات والتقاليد، يعني المواساة في الأحزان، الزيارة في الأفراح، أن تعوده إذا مرض، البعض ينظر لها أن هذا حق من باب عرف وعادات وتقاليد، لكن لا، هي هذه حقوق سبحان الله أيضا نصت عليها يعني الشريعة الإسلامية. نعم بلى، يعني حقوق إسلامية. والإنسان إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق، فالإنسان وخاصة في مثل هذا البلد المبارك الذي فيه من تقاليد هذا الشعب الطيب مواساة الجيران ومواصلتهم وزيارتهم، هذه كلها من التقاليد الطيبة الموجودة. فينبغي للواحد إذا كان طيبا مع جيرانه أن يتذكر دائما النية، أن يفعل هذه الأمور، يعني حتى لا تصبح هذه حتى لا تصبح عادة، بل أن تكون عبادة. يعني إذا اصطحبنا النية، إذا اصطحبنا النية في هذه الأعمال تكون عادة طيبة وعبادة لله سبحانه وتعالى، عبادة لله سبحانه وتعالى في إكرام الضيف حتى لو لم يكن مسلما، حتى لو يكن مسلما. نعم. طيب دكتور أحمد، يعني نلاحظ هنا أن يعني الشريعة الإسلامية يعني أكدت على حقوق الجيران وكثرت فيها النصوص سبحان الله. يعني كثرت نصوص حقوق الجيران بعضهم على بعض. نعم، هي النصوص كثيرة. لماذا هذا التأكيد دكتور أحمد، يعني وهذا الحرص وهذه النصوص؟ التأكيد لتأكيد لعظم حقه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح، يعني لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني هذا الحديث في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، يعني من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعله وريثا له. يعني إذا مات يعني الجار يرث شيء من ماله، يعني كما يرثه أبناؤه وإخوانه. من كثرة هذه الوصية سبحان الله. نعم، من كثرة ما كان جبريل عليه الصلاة والسلام يوصي النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بالجار. نعم، يعني هذا التأكيد على هذه الحقوق. دكتور أحمد، أكيد لها يعني مغزى فتفضلت، يعني لتأكيد الأواصر والأخوة. لكن لها معنى، لها هدف. نعم، الهدف هو أن يعني الهدف أن تكون الحياة مستقرة، أمن اجتماعي. أمن اجتماعي. يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، سنذكر في آخر الحلقة يعني حديثا النبي صلى الله عليه وسلم قال، ذكر أن الحسن الجوار، حسن الجوار من أسباب عمران البلدان وطول العمر. الله. وزيادة العمر. فيكون هناك استقرار اجتماعي إذا كانت العلاقات بين الجيران طيبة. إذا كانت علاقات طيبة جيدة بين الجيران، يعني لن يكون هناك مشاكل اجتماعية، لن يكون هناك يعني الجار، يعني كل واحد ينظر إلى جاره ويعرف جاره ويتفقد جاره، فلن يكون هناك كثير من الأمور السلبية التي تقع، الشعور بالأمن والأمان داخل البيت. نعم، يعني كثير من الأمور السلبية يعني تزول إذا كانت العلاقات بين الجيران طيبة. نعم. طبعا أيضا دكتور أحمد، ذكرت يعني أنت ما شاء الله قبل قليل من أهم هذه الحقوق، وإذا نؤكد عليها مرة أخرى. نعم. أن الجار يكون مدعاة إن شاء الله للصلاح. نعم. للدعوة للصلاة. نعم. للبر التقوى. نعم. هذا ما شاء الله يكون جار تبارك الله. نعم. يعني من أفضل الجيران من يدعوك لطاعة الله عز وجل، يعني يتفقدك بين الصفوف الأولى في المسجد سبحان الله. نعم. دكتور أحمد، نتوقف مع هذا الفاصل ثم نكمل إن شاء الله تعالى بعد الفاصل عن يعني النصوص القرآنية وأيضا بعض النصوص التي جاءت فيها ذكر هذه الحقوق إن شاء الله تعالى. إذن فاصل أحبتنا، ورجع لكم، خلكم معنا.
الجيران هم أقرب الناس سكناً، ولعل الجار بسبب قربه من جاره أكثر معرفة بظروفه وما يحصل عنده فور حدوثه، حتى إن الجار قد يعلم عن جاره أموراً تخفى عن أهله وأقرب الناس إليه، ولذلك كان للجيران أهمية وفضل عظيم. فالجار صاحب الخلق والدين من أسباب سعادة الإنسان وراحته في بيته. كان العرب يتفاخرون بحسن الجوار حتى قبل الإسلام، وكانوا يتفاخرون بإكرام الجار والإحسان إليه والقيام بواجبهم نحوه خير قيام. فلما جاء الإسلام حرص على استمرار هذا الخلق العظيم في مراعاة حق الجار. قال تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب في الجنب. حيث أوجب الله على المسلمين أن يحسنوا إلى الجار قريبا أم بعيدا، عربيا أم مسلما، دون تمييز بين عرق أو لون، فالجار جار له احترامه ومكانته وله اعتباره وله حقوق سواء أكان مسلما أم غير مسلم. حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد في برنامجكم لقاء على أثراء. رجعنا معك دكتور أحمد وحديثنا في هذه الحلقة عن حق الجار. دكتور، جاء هذا الحق أيضا في كتاب الله عز وجل في سورة النساء بقوله عز وجل: والجار ذي القربى والجار الجنب. نعم، الآية هذه يعني قال الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين الإحسان، والجار ذي القربى، وبعد ذلك قال: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. والصاحب بالجنب. نعم. ويعني من هذا من هذه الآية نذكر يعني نرى أن الله سبحانه أمرنا بعبادته أولا، صحيح، أي ثم بالإحسان إلى الوالدين، نعم، ثم انتقل إلى الإحسان إلى الجار، جاء ثالثة، نعم، أي نعم، فقال: والجار ذي القربى والجار الجنب. قال: الجار ذي القربى هو الذي يكون أولا يكون الجار القريب يعني المناصق لك، نعم، أو الجار القريب ويعني من القرابة يعني من القرابة يعني، نعم، إيه، والجار الجنب يعني هذا الذي ليس من قرابتك، ليس، نعم، من قرابتك. فقالوا: الجار هذا الذي مع قرابتك له حقان، حق الرحم وحق الجيرة، نعم، والآخر الجنب له حق واحد والذي هو حق الجيرة، نعم، حق الجيرة. فالله سبحانه أمرنا بمراعاتهم والإحسان إليهم، وقال: والصاحب بالجنب، والصاحب يعني هذا الصاحب هو الذي يكون معك مسافرا، نعم، أو يكون معك في أي مكان، نعم، أو يكون مثلا معك في الوظيفة، يكون يعني مشاركا معك في أمر، نعم، ما، فأنت مأمور بالإحسان إليهم، مأمور بالإحسان إليهم، نعم، نعم. أيضا دكتور أحمد، من صور الإكرام احنا ذكرنا قبل قليل يعني بعض حقوق الجيران على بعضهم، أيضا من هذه الصور دكتور أحمد يعني مبادرة الهدايا، الهدايا لها وقع جميل على الناس سبحان الله، نعم، يعني الإكرام بالهدايا، تفقد حال الجار سبحان الله، إذا عندك وليمة أو مناسبة لا تنسى الجار حتى هو يشعر حتى بهذا الشعور الجميل من داخل بالاهتمام و بالتقدير، سواء كان طعام أو غير طعام أذكر، وأيضا قبول دعوتك وتفضلت. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ليس فقط من الجار المسلم بل حتى من الكافر. الكافر. إيه؟ إيه نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة يهودية على الطعام فاستجاب لدعوتها. استجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وكذلك يهدي صلى الله عليه وسلم. كان من إحسانه أنه يتفقد الجيران ويحسن إليهم صلى الله عليه وسلم، ويحسن إليهم بل يوصي
يعني يوصي يعني كما سترون بعد ذلك من الحديث يوصي بالجيران حتى في الطعام، يعني حتى أنك إذا طبخت أن ترعى جيرانك بارك الله فيك. نعم. هذا القول الدكتور أحمد قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام لأبي ذر أوصاه بهذه الوصية. نعم. يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. إيه الله أكبر الله أكبر. وصية سبحان الله. إيه نعم. تعلق بحق الجار. هذا سبحان الله هذا الحديث يعني هذا حديث صحيح يعني صحه الشيخ الألباني رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبي ذر، أبو ذر هو الصحابي الجليل المعروف جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوصي؟ يقول إذا طبخت مرقة، يعني طبخت مرقة إيه فأكثر ماءها وتفقد جيرانك. إيه يعني زيد فيها من الماء وأهدي الجيران. إيه أهدي الجيران، يعني قد يكونون فقراء قد يكونون جياع، صحيح، فأنت أطعمهم. صحيح. أطعمهم، فإطعام الطعام من أقرب القربات إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. فما بالك إذا كان جيرانك محتاجين وجياع. ونحن الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بوفرة الطعام الحمد لله وكثرته، ومع ذلك يعني الجار قد يكون غنيا، قد يكون صحيح. الله سبحانه وتعالى أكرم بطعام من ألذ الأنواع، ولكن حتى لو كان غنيا لها وقع جميل. إيه نعم. إذا نعم. إذا أنت هديت له شيئا من طعامك صحيح. فهذا يعني يدل على 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 إحسانك له ويقدره وتلقى القلوب وتحب الناس. والله لا شك في ذلك، حتى لو كان الطعام قليلا يعني صحيح. فهذا يؤثر، فلا لا يعني لا يستخف أحد بهذا صحيح. يعني يقول مثلا يعني كلهم يعني شبعانين وما يحتاجون ما في جوع، لا 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 حاول يعني. والمغزى ليس فقط الطعام بحد ذاته، لكن هذا التذكر وهذا نعم الواقع الجميل. نعم 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 نعم, نعم. الله المستعان. دكتور أحمد ذكرت قبل قليل إطعام الطعام من أقرب القربات الله عز وجل. كيف ذلك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني ورد في الحديث الصحيح أنه لما دخل المدينة كان من أول ما كان يوصي الصحابة الكرام قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام. الله وصية. نعم نعم. أفشوا السلام وأطعموا إيه إيه نعم. وأطعموا بالليل والناس نعم تدخلوا جنة ربكم بسلام. الله. إيه فإطعام الطعام من أقرب القربات إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا جاء للجار واجتمعت فيه هذا هاتين النيتان طعام الطعام وأنا من حق الجيرة سبحان الله. إيه وقد يعني إذا استعملنا يعني الذي يقوله بعض العلماء يعني نتوسع في حق الجيرة لا ليس فقط الملاصق، قد يكون في البلد حتى مثلا ممكن يكون في بلد غني ممكن يكون في فقراء فتفقدهم. صحيح. تفقدهم ممكن صحيح. يعني يكون الناس يعني مصابون به، قد يكون الناس مسابين به بديون كثيرة وأمور كثيرة والله ممكن قد يصابون حتى في هذا. وأيضا دكتور أحمد ذكرت قبل قليل أن من تعريف الجار ليس فقط الملاصق لبيتك. نعم. يعني ليس الملاصق ثم ما بعده. نعم. يعني آخر الشارع في المشارع الذي يليك. نعم. يعني حتى في الحي نفسه. نعم. وهذا حتى الجار يعني في هذا الحي سوف يعرف ويسأل من أهداه هذا الأمر. نعم. يعني يصلك إن شاء الله تعالى الدعاء والبركة والأجر العظيم. لا شك. أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كذلك الله يحفظك من الوصايا النبوية يعني غير هذا اللي قاله لأبي ذر، قال يعني حديث آخر اللي يعني عن أبي هريرة يعني ذكر البخاري ومسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فلا يؤذي جاره الأذية. نعم يعني منع من الأذية يعني كما قال يعني لا يؤمن أحدكم حتى من لا يأمن جاره بوائقه. نعم. كذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. لا تؤذي جاره لا تؤذيه. نعم. يعني إذا الآن يعني له صور عديدة. صحيح. يعني مثل من الصور مثلا أن تضع سيارتك أمام بيته. نعم. أو تؤذيها بأصوات مزعجة. صحيح. صحيح. وبروائح قد لا تكون. نعم. لا تكون مناسبة. وبأنوار وأمور كثيرة يعني. صحيح. فأنت حاول بكل ما استطعت ألا تؤذي جارك. بي 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 يعني إذا لم تكرمه وتحسن إليه على الأقل لا تؤذيه. نعم. هذا على الأقل يعني. نعم نعم نعم. تجنبه الأذية. نعم لا نعم. شك في ذلك. حتى أهل الجاهلية يعني في من أشعار الجاهلية أنهم كانوا يعني يقولون مثلا
إذا رأوا جارة يعني ابتعدوا عن النظر إليها ولا لا, لا, لا ينظرون إليها. يعني هذا من شيء من الجاهلية من إكراه العرب. إيه نعم. فأنت الآن يعني حتى لو مرت جارتك صحيح. ومرت بناتهم ومرت نسائهم فلا تؤذيهم حتى بالنظر يعني هذا أقل القليل. وهذا يعني. أيضا فيه حديث عظيم ذكر أحمد وفيه تهديد يعني على مسألة يعني الجارة سبحان الله اللي يحضر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول أن من أكبر الكبائر أن يزاني الإنسان حليلة جاره. يعني أكبر الكبائر. نعم يعني كبيرة يعني يزيد يعني مع الزنا من كبيرة من الكبائر. لكن إذا وقع الزنا بين الجيران هذا أشد لأن صحيح. الإنسان هذا أمنك وكانت جاره صحيح. وأنت تفعل هذا بأهله هذا زيادة في الجريمة وحتى بالنظر طبعا. نعم. حتى في النظر نعم. حتى يعني النظر يعتبر أيضا أمر من حق الجار عدم النظر إليه. نعم. إلى محارمه. نعم. ذكر أحمد يعني جاء في الحديث أيضا من النصوص التي جاءت فيها الحديث التي تتعلق بحقوق الجيران. نعم. قول المصطفى عليه الصلاة والسلام يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها. نعم. ولو فرس نشاه. نعم. هنا يتعلق بعدم احتقار القليل. نعم. نعم. يعني هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. فرس نشاه قالوا هو ظلف الشاه شيء يسير زهيد يعني يعني حتى لو ما الجارة ما تقدر يعني أن 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 تهدي شيئا غير فرس الشاه فلتهدي. فرس هو ذكر أحمد اللي هو قال أظن قال حافر يعني مثل الحافر في الفرس يعني يعني الرجل يعني رجل الشاه شيء يسير جدا. قد قدم يعني الآن يرمى. نعم صحيح. لكن لا تحتقره. اي لا تحتقره. نعم. إيه فلا تحتقره حتى لو كان قليلا زهيدا. نعم. فلا تحتقر الجارة يعني فيعني لا يقلل الانسان المعروف ولو كان قليلا. بالضبط. هو عظيم عند الله سبحانه. بالضبط. يعني هذا القليل هو عظيم واجره عند الله سبحانه. نعم. وتعالى عظيم وهذا إيه هو المطلوب ان الانسان. نعم. يريد هذا الاجر. نعم. نعم. يعني فالانسان يعني قد يهدي شيئا قليلا وهو عند الله عظيم سبحانه وتعالى. نعم. واللي يعظم الأشياء ويقللها النية. صحيح. يعني قد الإنسان قد يعني ينفق ملايين ولا يعني تكون عند الله يعني لا تزن عند الله جناح بعوض. نعم. إذا كان الجار غير مسلم هل له أيضا نفس هذه الحقوق رحمة؟ لا شك في ذلك. والجار حتى لو لم يكن مسلما له حق الجيرة. حق الجيرة. نعم. من عدم الإيذاء. وكذلك من حق الجيرة التعهد والعيادة والزيارة. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل. نعم. زار عادة ويعني يعني زاره في المرض زار ذلك الغلام اليهودي. نعم. يعني عند موته فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وكان يستجيب لدعوتهم إذا دعوا. نعم. وقال العلماء أن الجيران ثلاثة. نعم. قالوا جار غير مسلم. نعم. فله حق واحد وهو حق الجيرة. حق الجيرة. يعني ما الفرق بين المسلم وغير المسلم في الحقوق دكتور أحمد؟ إيه أنا أقول لك. نعم. غير المسلم له حق الجيرة فقط. إيه حق الجيرة. نعم. إيه وعندك جار مسلم. هذا الجار له حق الجيرة وحق الإسلام. أوه. حق الإسلام. والجار الثالث الجار القريب. الجار القريب. حقوق. أي نعم. نعم. هذا له ثلاث حقوق. نعم. يعني الرحم والجيرة والإسلام. والإسلام. حق الإسلام ماذا نقصد كرم حق الإسلام؟ حق الإسلام مثلا اللي يتميز به الجار المسلم من غير المسلم. إيه من غير المسلم مثلا بالسلام. مثلا بزيادة العناية به مع أننا نستطيع دعوة مع أننا نستطيع أن نقول حتى الجار المسلم له حق الإسلام كذلك. لماذا؟ الجار غير المسلم. له حق الإسلام كذلك. تدعو إلى الله عز وجل. أيوة. دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. دعوة أكثر فيها أجر. أيه؟ دخول الدين الإسلامي. أي وهذا أكبر إحسان. صحيح. تستطيع أن تقدمه لجارك الغير المسلم. من النار. أي نعم الله. نعم. يعني تقدم له الإسلام ولكن بصورة طيبة. صحيح. وبمثال طيب. سفير للدين الإسلامي. نعم. يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت صحابته الكرام
يعني الناس في كثير من الأوقات دخلوا الإسلام فقط بمشاهدة حسن أخلاق المسلمين. فأنت بأخلاقك الطيبة قد تؤثر على الإنسان، حتى ممكن يعني تدعوهم بدون كلام، بأخلاق طيبة وبكلام طيب وبصدق وبحفظ للحقوق. نعم. دكتور أحمد، يعني ينبغي أن يكون يعني الباعث على كرام الجيران ليس معاملة المثل. نعم. يعني إذا أحسن أحسن له، إذا ابتعد لم يزورني لا أزوره، ليس المثل معاملة المثل. نعم. هذه اللي هي معاملة المباشرة. نعم. نعم. بالعكس، أن يكون الباعث لي هو طلب مرضاة الله عز وجل والأجر. نعم. حتى لو يعني أساء لهذا الجار أقابل هذه الإساءة بالإحسان، ولا أنتظر الإكرام بالإكرام والإعراض بالإعراض. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح، لا يعني ليس الواصل بالمكافئ. نعم. أنت يعني لا تكون يعني واصلا للرحم ومكرما للضيف وكذلك مكرما للجار ومحسنا إليه إذا كنت مكافئا. يعني هو زارك أنت تزوره. نعم. هو أحسن إليك أنت تحسن إليه. هو لم يؤذيك أنت لا تؤذيه. لا، بالعكس، هو المثال الطيب. هو لا يسلم عليك أنت تسلم عليه. سبحان الله. هو لا يزورك أنت تزوره. نعم. ولو لم يزورك. صحيح. هو يؤذيك أنت لا تؤذيه. أحسن إليه. أنت لا تؤذي. أنت صحيح. بالعكس تحسن إليه. بالضبط. تحسن إليه. سبحان يعني الله. ذكر أن بعض يعني بعض العلماء أنه لو كان في بلد من بلاد المسلمين وكان له جار لا يهودي ولا نصراني بل مجوسي يعبد النار. نعم. وكان ملاصقا ببيته. وكان هذا المجوسي يعني يؤذيه سنوات يؤذي المسلم ويلقي إلى فناء يعني فناء بيته، يعني حديقة حوش بيته القاذورات، والمسلم هذا صابر سنوات وما عرف بذلك حتى أبناؤه. حتى أبناء المسلم ما عرفوا بذلك حتى مات. يوم مات ذلك استمر في فعل ذلك، واكتشف الأولاد، شافوا أولاد المسلم. صحيح. شافوا الآن هذا القاذورات يعني لا أحد شيلها. فهذاك سأل قال ماذا، قال الوالد مات وهذه نرى لماذا ترمي؟ قال أنا كنت دائما أرميها. قال والله ما كنا نعرف. سبحان الله. ما كنا نعرف. بهذه الساعة. وكان يعني يحسن إليه بعدم إيذائه وإخفاء إيذائه مع أنه غير يعني يعبد النار. نعم. وهذا كان سببا لدخوله الإسلام. دخل الإسلام. طبعا. قال ما هذا الدين العظيم، ما هذه الأخلاق. نعم. التي جعلت هذا الإنسان يعني حريص على جاره. أي حريص على جاره حتى يخفي إيذاءه. نعم. ولا يبلغ يعني هذا. يعني لو كان غيره لا أخذ أولاده. صحيح. وضربه. صحيح. وبالعكس هذا يخفي. نعم. يعني هذا يعني رحمه الله المسلم يعني الباعث له على هذه المعاملة والإحسان هو طلب مرضاة الله عز وجل. ليس أمر آخر. أي بلى. يعني كرحمة البعض ربما جاره يعني يتصف بصفات سيئة، خلنا نقول هناك عندهم مثلا عادات سيئة، يعني هذا الجار. يعني لا، ليس الحل أن تصد عن جارك وتهجره. من حق الجار على الجار أيضا أن تنصحه. نعم. تصبر عليه وتنصحه، يعني حقه عليك أن تبين له أن هذا خطأ، ارجع إلى دين الله، اذكر الله عز وجل. يعني أيضا هذا حق دكتور أحمد. بلى. هو حق من جارك عليك. بلى. بس بقدر الاستطاعة. نعم. إذا استطعت أن تنصحه. نعم. يعني رأيته يعني يفعل بعض المنكرات. صحيح. أو تقع منه أمور مخالفة. نعم. لدين الله سبحانه وتعالى. صحيح. فأنت بأسلوب طيب. نعم. وبكلام طيب. نعم. تحاول أن تمنعه من ذلك وأن تنصحه حتى يبتعد عن ذلك. نعم. وأن يكون يعني الآن مثلا في بعض الأماكن نرى يعني في بعض الناس قلة مثلا صلاة في المسجد. صحيح. مثلا يعني وانت تحث على الحضور في المسجد. صحيح. حضور الصلاة في المسجد ويعني والالتزام بدين الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا كلنا نريد جنة الله سبحانه وتعالى، والجنة لا تدرك إلا بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. نعم. والامتثال لأمره سبحانه وتعالى. نعم. تكون أحمد أيضا يعني الجار يجب دائما أن يكون مع جاره حسن العشرة، لطيف المعاملة،
دائما البشر والابتسامة، هذا أيضا مهمة، دائما تتصل بهذه الصفات. إيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا نحقر من المعروف شيئا حتى لو أنت يعني أن تلقى أخاك بوجه انطلق، يعني لا يراك جارك يعني عبوسا قمطريرا، يعني داعيا لا أبد لا تبتسم ولا تثني إليه الكلام ولا تسلم عليه، بل بالعكس حتى لو كان هو كذلك أنت لينه بالقول، يعني يجعل قلبه يذوب بحسن معاملتك، يعني فعامله بمعاملة حسنة وبالكلام الطيب، وستراه أن ستراه أنه يتحسن مع الوقت، الله أعلم. نعم. دكتور أحمد، أيضا إذا كان يعني الجار يؤذي جاره، ما الواجب على يعني الجار الذي يتأذى من جاره؟ ما الواجب عليه دكتور أحمد؟ الواجب عليه أولا المؤذى الذي أوذي أن يصبر، يعني يصبر لله سبحانه ويصبر لله سبحانه وتعالى، وألا يرد بالمثل، ولا يرد بالمثل وإن كان من حقه، وإن كان من حقه الرد بالمثل والاستعانة بالسلطان ضده، لكن يحاول تقليل الأمر ويحاول ألا تصل الأمور إلى الشرطة وألا تصل الأمور إلى المحاكم، الأمور أخرى، لأن تفسد الجيرة، تفسد الجيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله من جار السوء في دار المقامة، فإن الجار البادية يتحول، يعني من الناس الذين كانوا في بادية جاءك جار سوء يقعد وياك أسبوع أسبوعين يرحل حيث المطر وحيث العشب، أما الذي يعني في دار الإقامة لا يرحل عنك، بنى البيت جنبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من جار السوء في دار المقامة، فهذا الجار السوء الصبر أولا ثم قبل أن يعني الإنسان يعني يختار أين سيسكن، يعني يختار الجار الطيب. يعني أحيانا ذكر بعض العلماء أن يعني بعض البيوت بيعت لضعف سعرها بسبب الجيران، بسبب الجيران، جيران طيب، إذا كانوا الجيران طيبين فيزداد الموقع يعني قيمة، لا شك في ذلك، لا شك. أذكر أن نوقف مع هذا الفاصل إن شاء الله، ثم نكمل ما تبقى من حلقة اليوم إن شاء الله تعالى. إذا فاصل أحبتنا ورجع لكم، خلكم معنا. حقوق الجار في الإسلام كثيرة، فقد تناولت الشريعة الإسلامية حقوق الجار، فالجار له حق عظيم في الإسلام، ومن حقوق الجار في الإسلام الإحسان إلى الجار قولا وفعلا، حمايته وتأمينه وستر عورته وحفظ سره، مشاركة أفراحه ومواساته في مصائبه وأحزانه، تلبية دعوته وزيارته في الظروف الطبيعية، عيادته في حالة المرض، تفقده وتلبية احتياجاته عندما يفقدها مع القدرة على ذلك، إقراضه المال إن طلب مع القدرة على الإقراض، السعي في إصلاح بين الجيران المتخاصمين، إحسان الظن به، الصبر على أذى الجار، رد الغيبة عنه، مبادرته بالسلام، تشييع جنازته عند موته. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، رجعنا معكم في برنامجكم لقاء على الأثراء. حياك الله دكتور أحمد من جديد. حياكم الله دكتور أحمد. بعد ما شاء الله كل ما تكلمنا عن هذه الحقوق، حقوق الجيران تبارك الله فصلنا فيها، دكتور يعني البعض يظن أن نصحه لجاره ويعني أن يجلس معه ويبين له هذا الخطأ وما يجب يعتبر ذلك كأنه يعني أمر ليس واجبا عليه أو منه، فيعني ولا يعلم أن ذلك بالعكس هو واجب على الجار أن ينصح جاره، بل من حق المسلمين على بعضهم البعض. إيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر في حديث صحيح أن حق المسلم على المسلم المهنة النصيحة، المسلم على المسلم بشكل عام، سواء جار أو غير جار. نعم المسلم على المسلم النصيحة، فالجار أولى، الجار أولى بذلك، يعني نصيحة، يعني الجار أولى بالنصيحة، وبالذات إذا استنصحك، إذا طلب منك النصيحة. أنا هنا أكبر أكبر بذلك. وبالنسبة لي يعني الجيران كما قلت قبل قليل، قلت أن
البيت قد يزيد قيمة بحسن الجيرة. كثير من الإخوة في أمريكا ذكروا لي أنه إذا كان هناك حي وبالذات حي عرف بالجريمة أو عرف بمخدرات أو أمور أخرى، إذا بني فيه مسجد بعد فترة تزداد قيمة البيوت في ذلك الحي بوجود المسجد وبوجود المسلمين في ذلك الحي، ويقل الإجرام وتقل المخدرات وتقل الأمور السيئة بوجود المسجد فيه. بوجود المسجد ليش؟ لأن سكن في هذا المكان ناس من المسلمين وأحسنوا إلى جيرانهم وأكثر إحسان لهم دعوتهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، فهذا تسبب في رفع قيمة البيوت فيها وتحسن الحالة الاجتماعية في ذلك المكان. في ذلك المكان. وهذا كما ذكرنا دكتور أحمد يعني بداية حلقتنا، يعني من يعني المغزى والهدف من هذه الحقوق وتأكيدها تحقيق هذا الأمن الاجتماعي والأمان والطمأنينة والسلام. أكيد لا شك في ذلك، هذا أكبر هدف إن شاء الله تعالى. لا أكبر، هذا أكبر. دكتور أحمد أيضا في أمر يعني جميل في حقوق الجيران وهذا التعامل، يعني مسألة ربما عشناها يعني في صغرنا إن شاء الله والآن نعيشها مرة أخرى بإذن الله، وهو عدم الكلافة والكلفة بين الجيران. يعني الجارة ترسل الخادمة مثلا الابن الصغيرة لطلب أمر معين من الجارة، أي أمر كان لو أنه بسيط، الملح السكر أيا كان يعني، وتعيد رسالة مرة أخرى. يعني هذا الأمر جميل أن يكون هذا التعاون، البيوت مفتوحة على بعض إن شاء الله تعالى، يعني بالخير وبالمساعدة. والله نحن عشناها نحن صغار، أمنا كانت ترسلنا أطلب الجيران، كل عاش الحمد لله الجيران صحيح. فهذا يعني هذا من حسن الجيرة، وهذا مما ذكره الله سبحانه في كتابه أيضا قال الله سبحانه وتعالى، قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون الماعون منها قالوا الأمور التي بين الجيران، يعني يمنعون مثلا لا يعطي الجار الإناء ولا يعطيه الماعون ويعني لا يعطيه الصحن ولا يعطيه الحاجة التي يحتاج إليها، ويمنعون حتى هذا. يعني فالله سبحانه وتعالى أمرنا وذكر أن من الصفات الذميمة منع الماعون، يعني عدم الإهداء بعضهم أو عدم الإعارة صحيح. إعارة للأشياء التي يحتاجها الجيران من بعضهم البعض. فالجار والجارة تحتاج إلى شيء معين، الإعارة وشيء بسيط لا تمنع. إذا دكتور أحمد هذا الأمر حتى أنت كجار لا يعني تتحرج حتى أن تبادر هذا الطلب إذا نقصك شيء، إذا دام هو بدأ أنت مستقبلا إذا نقص شيء تبادر، يعني تشعر بحرج. يعني الباب ليس مقفلا، العلاقات متواصلة. يعني نلاحظ دكتور أحمد وبشهد الكرام أن فعلا الدين الإسلامي يعني رسول الله بعث ليتمم مكارم الأخلاق، لا شك في ذلك. يعني هي مكارم موجودة منذ القدم، وجاء الكتاب والسنة أكدوا على هذه المكارم. الكتاب والسنة أكدت على هذا الأمر، وديننا جاء ليكمل ويكمل كل ما كان حسنا لدى الإنسانية، يعني وكل ما كان يجبر كل كسر لدى الإنسانية ويحسن كل شيء في لدى الإنسان، لأنه من رب الله العالمين، وهو الذي خلقنا، وهو الذي يعرف ما يصلح لنا وما لا يصلح لنا. دكتور أحمد نذكر أيضا يعني بأحد هذه الحقوق التي ربما البعض من شغلات هذه الدنيا والعمل وغيرها قد يعني يقصر فيها، أو أن سبحان الله الأيام تمر ودون فعل لها وتطبيق، وهي زيارة الجار. يعني بعض يمكن لا يزور جاره، نقول قد يعني إلا في الأعياد ربما، الله المستعان. لا ما ينبغي يعني الزيارة والمواصلة والتواصل، هذا الشيء مطلوب بين الجيران، لكن للأسف يعني الآن نشعر بالأزمنة الأخيرة، الوقت والانشغال، الناس انشغلوا كلهم، حتى بعض الناس مثلا لا يعرف جيرانه،
ما أعرف صح. قد يسكن في العمارة نفسها ويسكن في شارع واحد لا يعرف من حتى أنا بعض الناس سألت مرة واحدا من الجيران قلت من هذا اللي يسكن جنبك والله ما أعرف الله. ما يعرف صحيح ما يعرف ممكن سنوات ما هو ما يعرف ما زاره الله. أيضا جميل أنك تزور هذا الجار أن تستحضر النية هي ليست فقط يعني عادة إنما هي إن شاء الله عبادة عبادة لا شك في هذا أمر أيضا يحثك على هذا العمل لا شك في ذلك. نعم دكتور أحمد لو ذكرنا من واقع يعني بداية هذه الحلقة نصائح إن شاء الله ثمينة ومفيدة للجيران. والله ما لي نصيحة إلا حديث عظيم رواه الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار ويزدن في الأعمار. فحسن الخلق وصفة الرحم يعني الإنسان إذا وصل رحمه وأحسن الخلق وأحسن الجوار مع جيرانه هذا ما 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 ماذا يؤثر ما ما, ما ماذا سيؤثر؟ قال يعمرن الديار الديار ستعمر تعمر الديار لا لن تخرب يعني يكون هناك أمن اجتماعي وعمران وتطور إذا كان وقعت هذه الأمور الثلاثة. وكذلك الأعمار تزيد الأعمار تزيد لأن زيادة العمر له أسباب معنوية وأسباب حسية يعني الإنسان مثلا قد يعني الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى وقد يجعل الله سبحانه وتعالى أسباب لزيادتها صحيح. فالإنسان إذا عاش حياة صحية أكل طعاما صحيا ومارس الرياضة ويعني شغل نفسه بأمور لا تتعب جسمه هذا يزيد في عمره صحيح. من الأسباب هذه صحيح. العمر بيد الله سبحانه وتعالى وكذلك من الأمور الحسية التي تزيد في العمر حسن الجوار حسن الجيرة حسن الجيرة من حسن الجوار من الأمور التي تزيد في العمر حال صلة الرحم اي نعم وتزيد في عمران البلدان لأمن الاجتماعي الموجود والتطور والله لذلك تعالى. يعني الله سبحانه وتعالى يعني اكد عليها وكما اكدت النصوص السنة النبوية لأن هذه الأهمية الكبيرة دكتور أحمد نعم. كور كلمة خيرة بارك الله فيك هذا والله هذا الحديث يعني علينا أن نطبقها مسك الختام إن شاء الله وهذا الحديث ويعني ذكرنا بعضنا بعضا بحسن الإسلام وبمحاسنه وديننا كلنا محاسن كلنا خير ولكن ديننا كله خير وكل محاسن لكن الذي يسيء إلى ديننا نحن تقصيرنا فعلينا أن نكون خير سفراء لهذا الدين بتطبيقه وبامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله التوفيق وسداده وأيضا من خيري الدنيا والآخرة نقول لك جزاك الله خير دكتور أحمد وبارك الله فيك وجعل كل ما قلت بإذن الله في ميزان حسناتك إن شاء الله تعالى الله بارك الله أيضا الشكر موصول لكم أحبتنا مشاهدينا الكرام مشاهدي برنامج لقاء الإثراء كنا معكم في هذه الحلقة وإن شاء الله تعالى نتواصل معكم في حلقات أخرى انتظرونا وفي أمان الله مع السلامة.